ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادة تياب جداد وكرة هذا اليوم رح نخص معايدة كتير خاصة للجميع ونحكي لهم عيد ميلاد مجيد وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. رح نكون بهذا التقرير المتميز عن شجرة عيد الميلاد اللي بتميز هذا العيد ورح نكون مع الست عبير حداد لنحكي عن بعض الضيافات المتميزة وبتتقدم بهذا اليوم. خليكم معنا بهذا التقرير. في شجرة بالدار ويدور ولاد صغار والسجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد والإيد تعلق على السجرة غني وعنا إيد. إحنا هلأ موجودين مع مدام عبير حداد. صباح الخير. صباح. كيفك؟ طبعاً إحنا شايفين الأشكال بلغينا إنه نحكي عنها، يعني مبينة من شكلها كتير لذيذة وكتير طيبة، ورح تصنعينا اليوم كيكات. هي هذا النكترينج، هي أكتر على عجينة زي الخبز محشية بالبندق، هي أكتر من كعكة. يعني دائماً بالعيد بتميز عنكم بالحلويات والأشكال وال... صح. إحنا شفنا بعض الأشياء كمان، هذه من صنع إيدك. رح نحكي عنها وإحنا عم نصنع بالكيكة. نحكي عن المقادير. هلا رح نحكي عن المقادير. أول إشي هي كتير سهلة. أول إشي عندي طحين كاستين مخلوطين بربع معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. بيكنج باودر هو هون بشتغل لمحسن، لأنه أوريدي في عندي أنا البيكنج الخميرة، بس مشان نحسن العجينة بنحط لها معلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة سكر، نخلطهم نعمل جولة بعدين. هلا عندي هون بيضة مع فانيلا فوقها. هاي المواد الأساسية بنبلش نخلط فيها. بدنا نخلط هلا بيضة واحدة. عندي هنا نص اصبع كبيرة، 50 جرام. احط شوي هلا وبعدين بشوف كيف. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد. هلا عبير من قبل ما نخلط الكمية اللي احنا حطيناها بالخلاط نحكي عن الكعك. اشرح لك واحدة واحدة. هلا هذا تراديشن اللي هو الجينجر بريد، معمول عادة بيكون بالدبس وبالجنجر الأساسي. هذا السبلي، هذا معمول باللوز. هلا هاي كريسمس كيك عملتها على شكل شمعة، حلو، وزينتها فبتدوي كمان. هون كمان كريسمس كيك ثانية. طبعا هذول معمولين شجر كوكيز بنسميهم. نيجي نكمل الكيكة على العجينة. هلا عبير العجينة هلا خلصت معنا. هلا بس نخلصها. عم يتلاقوا الأصحاب الهدية خلف الباب في شجرة بالدار ويدور ولاد صغار والشجرة صارت عيد والعيد. عبير هلا جهزت معنا للعجينة، أخذت وقتها. هلا بدنا نبلش بالطرق الجزء الثاني للكيك الحشوة اللي هي بدنا 300 جرام بندق مطحون بس محمص، يعني مش ني. محمص بعدين بنطحن. كوباية سكر، معلقة صغيرة قرفة وبياض بيضة. وبياض بيضة. أوكي. أول إشي رح نضيف السكر. بعدين رح نضيف القرفة. البياض البيضة. بياض البيضة مشان يمسك المكونات كلها مع بعض. بدك هلا تعملي تفردي العجينة؟ بدها تكون مستطيلة. بدي اياها تكون مستطيلة عشان رح الفها هيك. بدي اياها مغارات الماء مثل الياقوت. كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار؟ مين اللي جاي بعيد عم بيرش مواعيد يدق ابواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد. ليلة عيد ليلة عيد زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد بكرة الحب جديد. ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد.
عيد الليل ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادة تياب جداد بكرة الحب جديد كمل هلا دائما صفار البيض بنحط على الحلويات اللي ممكن انها تتحمر بالفرن وهيك بيعطيها لون اكثر او حليب او صفار بيض وحليب لازم تحطي معه حليب كمان يعطيه لون حلو حتى بعض المعجنات انا شفت كمان بيدخلوا فيه كل المعجنات كلهم بدل عليهم اذا مسكرين هلا راح ندخلها الفرن هلا بس نعملها هيك بنقدها يعني بس نقطعها هيك بنخليها 10 دقائق بعدين بنحبسها على درجه حراره 190 لما تحمر وهيك خلص بكل منزينها رح نشوف رح نضل معكم ورح نشوف النهاية لهذه الكيك المميزة مع مدام عبير الله هذا معقول اللي عملناه هلا التزيين عبير طبعا التزيين بآخر مرحلة وبيعطي شكل فاينل للكيك بكل المنظر يعني شكل هلا الكعكه رح تشوفيها بشيء بس ازينها هلا شويه تاتشز بسيطه رح تغير كل شكلها انا بكون سخن كمان بياخذ بيمسك على الكيكه يا مغارات الابيوت تلمع مثل الياقوت كيف جبتي وكتير حلو طبعا احنا كنا متواجدين مع عبير حداد انبسطنا كتير بهالشيء البسيط والمتميز للكريسماس ست عبير ميري كريسماس وان شاء الله دائما ايامكم كلها عيد شكرا كتير لك شكرا لك وشكرا للتلفزيون الاردني